هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. هتقدر لو صدقت حلمك. لون حياتك بلون بتحبه. احلم وسع وحقق حلمك. وقول للعالم كله ده أنا نجحت ووصلت لحلمي. عايز اعرف دلوقتي حلمك ايه؟ شايف نفسك فين؟ شايف نفسي بلعيب كره كبير زي محمد صلاح. ايه اللي خلاك نفسك تبقى ده؟ يعني ايه اللي عجبك في محمد صلاح؟ ان هو اجتهد ويعني وشاف مشواره واجتهد وراح روما واحسن لاعبين في مصر وربنا كرمه وانا نفسي ابقى زيه. بس محمد صلاح قابل صعوبات. اكيد لازم اي لاعب كره يقابل صعوبات. ممكن ما تقدرش موهبتك في الاول، بعد كده ربنا يكرمك في حاجه احسن. وانت لو قابلت صعوبات هتعمل ايه؟ هتحداها برضه، حتى لو وقعت هفضل اكمل. عمرك ما هتيأس؟ لا مهما حصل؟ لو يأست عمرك ما هتوصل. ما تقولش مفيش فايدة ولا تفقد ثقتك وإيمانك بنفسك، بس انت حرك إرادتك وابدأ وهتوصل لكل اللي بتحلم بيه. اديني الكورة. عارف الحلم اللي انت بتحلم بيه ده عامل زي الكوره دي، انت شايف الكوره كويس؟ شايف. شايفها قوي؟ شايف. عارف الفرق بين اي حد نجح، بين محمد صلاح والنني واي انسان نجح في حياته؟ الفرق ان هو شايف حلمه ومصدقه زي ما انا ماسك الكوره ومصدقها هي في ايدي كده. لكن الحلم سهل، لكن الصعب هو ايه؟ تحقيق. ان انا الله ينور عليك، ان انا اجتهد ان انا اوصل للحلم ده. ولو ما فيش رغبه عمرك ما هتوصل، انما انا لازم تبقى في رغبه حتى لو وقعت تصمد وتكمل تاني لحد ما توصل، لان ده هيبقى مستقبلك. هنشوف الشباب في الشارع عندهم احلام نفسهم يوصلوا ليها، وقت فراغهم اللي احيانا ما بيعملوش فيه حاجه بيضيف ايه. تعالوا نشوف الشباب بيفكر ازاي. يلا بينا. بتحلمي بايه؟ نفسي اسافر وابقى فنانه تشكيليه. ادخل القسم اجيب تقدير وادخله وبعد كده اطلع منه اشتغل بس. انا كان عندي حلم السنه اللي فاتت لما كنت في ثانويه عامه، كان عندي حلم ان انا ادخل فنون جميله، والحمد لله حققته ودخلتها. يعني اكتر حاجه بقضي فيها وقت فراغي
بحب القراءة، بحب أقرأ يعني روايات وكده. القراية؟ طب لو حاجة مش مفيدة؟ الفيسبوك والنت، وان انا مثلا اقعد كده اتامل في اللي حواليا بس يعني. اللابتوب بتاعي ما بسيبوش تقريبا. بتعمل ايه على اللابتوب؟ العاب بقى، فيسبوك، شغل قران وقت الصلاه كده. يا اما بساعد ماما في البيت يا اما على النت يعني بصراحه. وقت فراغك بتقضيه في ايه؟ وقت فراغي بقضيه في ايه؟ في الصياعه. بصراحه قوي جدا. كنت اقول لك حاجه ثانيه بس احنا عشان زي ايه؟ زي ايه؟ انت عايز تعرف زي ايه يعني؟ انت هتحبس. عمرك كنت قاسي؟ لا، بس دي كده لحظات تراجع كده، بس بعديها بقوم تاني وبكمل. تقول اللي عندهم احلامه بيقاسوا من اول محطه بيدخلوا فيها؟ لسه في الاول، استعجلوش. واللي بيقاس من حلمه؟ اللي بيقاس من حلمه ده عبيط، لان احنا بني ادمين مش شجر، لازم نتحرك في الدنيا، لازم تدور. انت لو يأست من حلمك مش هتعرف تكمل اي حاجه في حياتك. لو قابلك صعوبات هتخطاها.